هذا الشارع التونسي والذي دأب أن يكون بمثابة خلية نحل نشيطة يتقد حيوية وحركية، هو اليوم وعلى غير المعتاد أشبه بشارع مهجور وقد خلى إلا من بعض المواطنين الذين لاذوا للاحتماء بظلاله. فمع اشتداد قيد الظهيرة تباطأت الحركة وتثقلت الخطوات وكثر الطلب على السوائل والمثلجات لإرواء الظمأ، فيما غطت المظلات الشمسية الرؤوس المنهكة من موجة الحر الشديدة والتي فاقت المعدلات الاعتيادية. درجات الحرارة السنة وصلت ل 45 و 50 درجة في العاصمة وفي الجنوب أكثر من هكا، وثم امرأة عجوز توفيت معناتها اليوم في الشمال الغربي بالارتفاع درجة الحرارة، وما عادش نجمو نخدمو كيف قبل. تو في الجنوب صحيح مسانسين متعودين، يعني بنا. احنا هنا ماناش مسانسين بالدرجة هذه 50 و 47 و 48 ماناش مسانسين بها. السخانة العادية دائما تكون 38 37 حتى ل 40 درجة يعني. فك التوقعات ارتفع درجة الحرارة ارتفاع ملحوظ، معناتها العباد التشأت البحر، فما اللي التشأوا لديارهم. موجة حر شديدة في تونس اجتاحت مختلف مناطق البلاد وسجل خلالها معهد الرصد الجوي رقما قياسيا جديدا في الجنوب الغربي، إذ ناهزت الحرارة 50 درجة مئوية في الظل في بعض الجهات، واستمر الارتفاع القياسي في درجة الحرارة لأيام متتالية. سجلنا رقم قياسي جديد في توزر 49.2، مع العلم أن الأرقام اللي نقدمها هي من الناحية العلمية والعالمية هي في الظل. الحالة هذه تعتبر فوق المعدلات، الأرقام اللي سجلناها كانت فوق المعدلات بكثير، مع العلم أن معدل الحرارة هو عادة ما يكون ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 36 و 40 داخل البلاد. هذا الارتفاع الكبير في معدلات الحرارة عمق معاناة المواطن التونسي البسيط الذي تعوزه الإمكانيات لمواجهته في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متأزمة، كما أن تزامن موجة الحر القياسي هذه مع تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق زاد من حدة الاستياء والغضب في أوساط الأهالي الذين تحولت حياتهم إلى كابوس ومعاناة يومية حقيقية. والله جت مع بعضها هي المحالة مع السخانة ذي، زادوا قصوا علينا الماء ربي يهديهم، رجعنا بريسك العهد قبل ولينا نعبوا في الماء بالبادن، معناتها واحد ما موضع مزري. سخانة وبالماء معناتها وفريجيدير وما بارد ومنا وثم ما يقدرش ما عندوش فريجيدير وثم عطينا الماء. إذا كان ما لقاوش الماء حكاية فارغة راهو. وسخانة تعبة، العباد تعبة تعبة بالسخانة، سخانة تجربة فيها العباد ماتت. مسخنة، العباد ماتت، حيوانات ماتت، مسخنة. بداية صيف ملتهبة في تونس، يأمل المواطنون أن تنفرج في الأيام المقبلة. موجة حر شديدة بلغت معدلات غير مسبوقة في بعض المناطق التونسية وزادت معاناة المواطن البسيط عمقاً في ظل غياب الرفاهية وأبسط مقومات الحياة لمواجهتها. منيا غرياني لبرنامج اليوم على الحرة، تونس.